الأمان الأمان المسيح الحنان السلام والصفا والرضا آخر الزمان قال النبي يا ربنا الأنبياء إخوات لنا نفس الرسالة والطريق وديننا واحد كلنا سبحان مولانا سبحانه سبحانه أحيا الطائعين العابدين المخلصين حياة طيبة في الدنيا وأمن خوفهم يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه لا من شيء ولا في شيء ولا تحت شيء ولا فوق شيء لأنه إن كان من شيء كان مخلوقا وإن كان في شيء كان محصورا وإن كان تحت شيء كان مقهورا وإن كان فوق شيء كان محمولا فهو سبحانه لا من شيء ولا في شيء ولا تحت شيء ولا فوق شيء وهو غني عن كل شيء وإليه فقير كل شيء فإذا أردت شيء فسلما بيده ملكوت كل شيء وأصلي وأسلم على سيدنا محمد شفيعنا جميعا يوم القيامة وبعد مشاهدي الكرام من الأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم والتي ربما افتقدناها في زحمة الحياة خلق العفة خلق العفة والطهارة والنقاء فما معنى العفة وكيف دعا إليها الإسلام وكيف دعا إليها القرآن أيها الأحبة العفة هي الصيانة والوقاية عن كل ما لا يليق من الأقوال والأفعال والأعمال والأحوال تقول رجل عفيف أي حابس بنفسه على كل حلال وعلى كل ما فيه عزة نفسه منزه لها عن كل حرام وعن كل قبيح وتقول امرأة عفيفة أي طاهرة نقية تصون عرضها وشرفها عن كل دنية إذن العفة التي دعا إليها القرآن هي في كل مجال من مجالات الحياة فقد دعا القرآن الكريم إلى العفة في القول وفي الفعل وفي العمل دعانا إلى العفة عن الشهوات والبعد عن المحرمات دعا إلى عفة الأسماع والأبصار والقلوب طيب ما هي وسيلة العفة يا شيخ أو ما هي الوسائل التي أرشدنا إليها المولى عز وجل حتى نتخلق جميعا بخلق العفة أولى هذه الوسائل أيها الأحبة وسيلة العمل العمل والبعد عن التكاسل البعد عن التسول لما؟ لأن الله تعالى أراد للمسلمين سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أراد الله تعالى للمسلم أن يكون عزيزا فلا يذل أن يكون كريما فلا يضام أبيا فلا يهان أراد له أن تكون يده معطية لا أن تكون يده آخذة فاليد العليا خير وأحب إلى الله تعالى من اليد السفلى ما هي اليد العليا يا أحبة؟ هي اليد المعطية هي اليد المنفقة الله تعالى أمرنا بالعمل
بعد أن سخر لنا ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، إنه يخاطبنا نحن المسلمون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن الأرض مسخرة والأرض مهيئة، ما علينا إلا أن نعمل الجهد حتى نستخرج منها رزق الله تعالى. فنحن كمسلمون مطالبون بالعفة، بل مطالبون بأن نعف من تحت أيدينا، مطالبون بأن نعف حالات العوز في المجتمع، أن نعف الفقراء والمساكين وعابر السبيل وما إليها من أمور. كيف لنا أن نفعل ذلك؟ إنه بالعمل. فإن الإسلام يا سادة فرض على أتباعه الزكاة، فمن يؤدي الزكاة؟ يؤدي الزكاة من ملك النصاب، وفاض هذا النصاب على حوائجه الأصلية. كيف يملك الواحد منا النصاب؟ يملكه بالعمل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ويفسر ما جاء في القرآن الكريم، إنه يريد من المسلم أن يكون نافعا لغيره في هذه الحياة. كيف ينفع نفسه؟ ينفع نفسه وينفع غيره بالعمل. يقول في توجيهه المعجز، والذي أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري، على كل مسلم صدقة. على كل مسلم، أي على كل إنسان ينتمي إلى هذا الدين، صدقة. فقال الراوي: ليس جميعنا يجد يا رسول الله ما يتصدق به، ليس جميعنا يجد يا رسول الله ما ينفق منه. فقال صلى الله عليه وسلم: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. فقال الراوي أيضا: أرأيت إن لم يستطع يا رسول الله؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال الراوي أيضا: أرأيت إن لم يفعل يا رسول الله؟ قال: يأمر بالمعروف. قال الراوي أيضا: أرأيت إن لم يفعل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسك عن الشر فهذا له صدقة. إذن صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: على كل مسلم صدقة. على أن العمل أيها الأحبة في الله كان شأن الأنبياء جميعا، فنبينا صلى الله عليه وسلم كما نعلم كان وهو صغير يعمل راعيا للأغنام، ولما أصبح شابا عمل بالتجارة، ولما تولى الرسالة كان صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه في بناء المسجد، يحمل التراب على كتفيه، يرفع الأحجار بيديه صلى الله عليه وسلم، حتى قال القائل: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. عمل صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن العمل هو شرف المؤمن. وهكذا كان الأنبياء جميعا يأكلون من عمل أيديهم، يأكلون من عرقهم وجهدهم في هذه الحياة. فموسى أجير أمين، يعمل أجيرا أمينا. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ونوح عليه السلام يصنع الفلك، يعمل بصناعة الفلك، ونصنع الفلك بوحينا وأمرنا. وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام
يبرع في فن البناء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. هكذا يعمل إبراهيم وهكذا يعمل إسماعيل ويوسف الصديق عليه السلام، يحمي مصر من المجاعة، يدبر اقتصاد مصر فيحميها ومن حولها. بماذا؟ بالعمل. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وداود عليه السلام رغم أن الله تعالى أعطاه الملك وأعطاه النبوة، إلا أنه كان يأكل من عمل يديه، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكان زكريا نجارا، وعمل إدريس خياطا. هكذا العمل هو شرف المؤمن، هكذا العمل هو سبيل العفة لك أيها المسلم في هذه الحياة. ها هو شقيق البلخي، كان يعمل بالتجارة وأراد يوما أن يسافر، وقبل سفره يودع أخا له في الله إنه إبراهيم ابن أدهم، ولكن شقيق ما لبس حتى عاد سريعا فتعجب منه صديقه إبراهيم ابن أدهم، وقال له ما عجل مجيئك يا شقيق؟ قال لقد رأيت في سفري هذا عجبا عجابا. قال وماذا رأيت؟
قال آويت إلى مكان نائم حتى أستريح فيه قليلا، فإذا أنا أرى طائرا أعمى عاجزا ولكنه ما يزال حيا. فقلت في نفسي: من يطعم هذا الطائر في هذا المكان البعيد النائي؟ وما هي إلا لحظات حتى جاء طائر قوي، جاء له بالطعام وبالشراب. فتعجبت وقلت في نفسي: إن الذي رزق هذا الطائر في هذا المكان البعيد النائي قادر على أن يرزقني في أي مكان. فرجعت في الحال، فقال له إبراهيم، واسمع لعجيب ما قال له إبراهيم، قال له: ولما رضيت لنفسك أن تكون الطائر الأعمى العاجز الكسيح، ولم ترضى لنفسك أن تكون الطائر المعطي المنفق الذي نفع نفسه ونفع غيره؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى؟ ما هي اليد العليا؟ هي اليد المعطية، هي اليد المنفقة، هي اليد العاملة. إن سبيل العفة يا سادة إنما يكون بالعمل، على أن الإسلام رغب في أي عمل شريف يعف الواحد به منا نفسه. ففي التجارة يقول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين، التاجر الصدوق الأمين. مع من يا رسول الله؟ مع النبيين والصديقين والشهداء. إذن النبي يدعو إلى التجارة، ولكنه يدعو أيضا إلى أن نتخلق بخلق المسلمين حتى نكون مع من؟ مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي مجال الزراعة يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وفي مجال الصناعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن زكريا كان نجارا يقول: مولانا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فيه بأس شديد إشارة إلى الصناعات الحربية، ومنافع للناس إشارة إلى الصناعات المدنية. يا أحبة، إن أول سبيل للعفة إنما هو العمل، إنما هو البعد عن البطالة وعن الكسل. جعلنا الله جميعا ممن يقولون فيخلصون فيعملون، وعندما يعملون يخلصون، وعندما يخلصون يقبلون. وأن يجعل مطاعمنا ومشاربنا وكل أمور حياتنا من صنع أيادينا، وأن يجعل بلادنا مصر هذه أمنا أمانا سلما سلاما. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأمان الأمان، المسيح الحنان، السلام والصفا والرضا آخر الزمان. قال النبي يا ربنا، الأنبياء إخوات لنا، نفس الرسالة والطريق وديننا.